لماذا ألقت أمريكا القنبلة النووية على اليابان وليس ألمانيا؟ والسوينكا الحائز على جائزة نوبل في الآداب من نيجيريا أخذ جائزة نوبل قبل الأستاذ نجيب محفوظ، وإن كان نجيب محفوظ أهم بكتير جدا أدبيا وفكريا من والسوينكا. والسوينكا ليه مكانة كبيرة جدا، دلوقتي عايش في قريته في نيجيريا، بيتكلم عن ذكرياته مع مركز بيحمل اسمه في جامعة نيفادا، فبيقول إنه شاهد الحرب العالمية الثانية وهو في البلد، كانوا بيسمعوا الكلام ده في الراديو ويقروا في الجرايد، وهتلر كأنه عايش معاهم في البيت. لكن لما أمريكا ضربت القنبلة النووية على اليابان طلع سؤال مهم جدا، السؤال ده من الناس اللي في قرية سوينكا: ليه أمريكا ضربت اليابان وما ضربتش ألمانيا؟ ألمانيا اللي بدأت الحرب العالمية الثانية، وألمانيا اللي غزت أوروبا، وهتلر هو اللي عمل كل اللي حصل ده أو بداية ما حدث في كل الحرب. التفسير إن الأمريكان بيض والألمان بيض، وإن فيه موقف تجاه الملونين اللي هم السمر اللي زينا، والسود اللي هم الأفارقة، والصفر اللي زي اليابان والصينيين، علشان كده ما قتلوش البيض اللي زيهم في ألمانيا بقنبلة نووية، وإنما اختاروا جنس آخر الجنس الأصفر. فكان في موقف عنصري وعرقي أثناء إلقاء القنبلة النووية، ولم يكن موقفا سياسيا أو استراتيجيا أو عسكريا.